التواصل طبعا صعب كثير خلال لازم يعني بدك تقعد. انا بحكم انه اهلي بالشمال فالتواصل بيكون صعب كثير 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 فوق ما تتخيل. يعني 3 ايام 4 ايام لما تكلمهم شوي، وفي ايام تمر ايام بتكلمهم مش بالمره. يعني في البدايه كانت الامور هيك، يعني تتصل انت على الاهل مثلا اذا كان مسكر تقعد تحير تطور كذا، لكن اليوم من غير ما تتصل تطلع على قائمه الشهداء، اذا لقيت اهلك فيها بتعرف، ما لقيت فامي بخير. نحن نقطن في الشمال الغربي في قطاع غزة، لقد فقدت العديد من الأقرباء ولا زلنا هناك بعض الأشخاص لا نعرف إليهم أثر، ما زالوا تحت الأنقاض. في منطقتي أنا كبيت لحم أعيش بجانب مخيم لاجئين اسمه مخيم دهيشم. هذا المخيم يتعرض كل يوم للاقتحامات الواسعة من قبل قوات الاحتلال وطائرات الزنانة أو طائرات الاستطلاع التي تحلق فوق سماء مدينة بيت لحم. العديد من الشباب تصاوبوا، وكل يوم يوجد شهداء في بشكل عام في الضفة الغربية. أهلي بيسكنوا في الأساس في محافظة الوسطى، مخيم البريش تحديدا أكثر شرق مخيم البريش، يعني قريب من الحدود بين ضفرين الحدود. فللأسف القصف لم يرحم أحد في هذه المنطقة، فكل الحومة أو كل الحارة راحت، فأهلي اضطروا أنهم يمشوا للجنوب. الجنوب من مبدأ الالتمام مع العائلة الكبيرة. المشاعر يمكن تو معكوسة. أهلي سعيدين بوجودي خارج، وأنا حزين بوجودي في الخارج. أنا حابب أكون معهم، هم حابين أن أكون بعيد عن الخطر. المبدأ يتعلق بالخوف وطريقة الخوف. يعني أنا بالنسبة لي أعيش خايف معهم ولا أعيش خايف عليهم. الخوف عليهم أصعب بكثير من أنك تكون خايف معهم. حالة متوترة يعني بشكل عام. عندما أقول لك متوترة تشعر بشعور غريب جدا، شعور خيانة مع شعور زعل يعني بالنسبة لك شخص إنسان. فما بالك في واحد قاعد ينتظر خبر استشهاد حد من عائلته، صعب جدا يعني الشعور اللي أنا بحكي لك فيه. أثر على المستوى الدراسي سواء في الخدمة الدراسية، أنا كإنسان درست سنة أولى في معهد الصحافة السنة فات، كنت دائما أروح أراجع أقرأ، دائما أكون محضر، تو أخرج مانيش عارف شو غدوة وشو من بعد، حتى الأيام نتخربط فيها. اليوم بتحكي على أكثر من وضع إحنا بنعيشوه، إحنا نعيشه اليوم تقريبا حربين على حسب ما إحنا نوصفوها الفلسطينيين في خارج فلسطين. احنا اليوم بنعيش اللي هو حرب نفسية. صعب علينا ان نكون في المقاعد الدراسية بشكل جيد بالنسبة الينا، لان ما يحدث هناك هو حرب ايضا يشكله على نفسيتنا. ذلك كانت ايام صعبة صراحة، ولا زلنا نواجه تلك الصعوبة الى هذه اللحظة. كلنا كطلاب فلسطينيين جاءت ايام لم ننم فيها حتى ولو رمشة عين، فهمت علي؟ للأسف الوضع يسده توتر، وجاءت ايام ممكن أن أنام أكثر شيء هو 4 ساعات. أنت عندك نقطتين مهمات. النقطة الأولى، الأخبار التي تقول تم قصف المنطقة التي فيها العائلة، فأنت تلقائيا بتروح تتواصل مع العائلة للإطمئنان تجد أنه الاتصال مقطوع. تخيل الفارق أو المسافة ما بين الخبر وما بين انقطاع الاتصال، مسافة من التوتر العالي التي قد تجعل أي إنسان عادي يخرج بعد الحرب مريض نفسي أقل شيء.